أنا نيلة الخاجة، مخرجة سينمائية. مطر باللاحج، فنان تشكيلي. أيام قبل الحياة كانت بسيطة، فنحن دائماً يعني نرد للبدايات، وهني البداية الرمل، يعني هذا الشيء منا وفينا. اللي أذكره في بداياتي إني أنا ما كانت عندي لوحة أرسمها، يعني أنا كان يومياً عندي ديدن معين إني أنا أتعامل مع الرمل بهذا الأسلوب، أفرش الرمل وأبلله وابتدي انا ارسم شو مخيلتي هي او موضوع الفريم، وابتدي عقب اتمازج وياه. اوجدت لغه جديده للتراث، يعني دائما التراث عندنا نحن هو ومنقول. نعم. انا لا معصرا، يعني ادخل فيه. هي ما مدى يعني اهميه انك انت تدمج الماضي ويا مثل ما قلت الفكره المعصره هاي؟ انا حطيت في زاويه اني انا احمل رساله معينه ابغى اوصلها لكم من جيل. بس شو الشيء اللي انت حابين ان الواحد ما ينسى من قبل؟ القلم. شو الوصل بين الفكره وبين الورقه المكتوبه؟ هو القلم. دائما انا احاول اني ارتبط بالخط العربي، سواء كان عن طريق التطور يعني التكنولوجيا او عن طريق الخط اليدوي. والقلم هذا محسوس وايد، يعني في علاقة ما بينه وما بين الاتصال الورقي. يعني بعدين هم متخصصين في اللغة العربية الحين، عشان كذي الأدوات اللي محطوطة قريبة من اللغة العربية. اللغة العربية عبارة عن كم حرف؟ 28. بس أنا عندي كل حرف يشكل لي جزء من أجزاء العمل الفني. اللغة فيها نوع من اللمعة، هي تنادي اللي حواليها. مهما اندثرت ما بين تحت الرماد، يعني يتم وميض اللغة شغال مثل القلب. أنت تشوفين الحفر هذا، الفكرة يتنا نحن تاريخنا محفور كلغة عربية. يعني أكبر شيء حاب تنحته في المستقبل هو موضوع إكسبو، يعني في فكرة تجمع كل الأطراف، تأخذ كل المساحات، المساحات اللي نحن متعودين عليها، اللوحة وغيرها. أقول ليش نحن ما لنا مساحات كبيرة؟ علو 150 متر. 420 قطعة. شو اللي خلاني أوصل لها شيء؟ هو الجرأة اللي موجودة في دبي. أنا أتمنى تكتب لي شيء على النوت 4 وطرش لي على الإيميل. يا سلام. إلى نيلة، مع التحية.